صباح الخير. Good morning. Here's Ghost by Roderick Porter on Amazon Music. Now we tear the sides to make special effects. And also, as you draw, you have the curve. Now, in effect, I don't know where it's in me. And then after that, I'm going to put it in the water, so I'll cover my head. I'll put it in the water. نكتب الاسماء عليهم ونقلب الزر شوية شمع ندوب الشمع نحط نقطة شمع هون Hey, عنتر. معلومة مهمة عن القطط إنه ما تتركوا لهم الأكل موجود دائما تحت نظرهم لأنه ما بيعودوا بيحسوا بقيمتكم، ففعليا القط حاسس إنه أنت الأمان تبعه وانت بتقدم له الاكل فبيحس بقيمتك فبيقدرك. فعنتر حاليا عم يستناني اطعمي هون، بيعرف هو صحن الاكل بيكون موجود هون، فبحبي له اياه فوق، شوف. فهو جاهز لانه ياكل، هو جوعان اصلا. Let's go. صح؟ فهو معناها مبسوط. شغلة تانية بعنتر، حطيت له الأكل ورجعت ألعب، أنا عم بلعب كنت على الكمبيوتر، فهو ترك الأكل لأنه هو حس إنه أنا بكون جنبه وقت اللي بياكل، فترك. فحالياً جات على المطبخ رجع ياكل، فمع إنه هو جوعان بس بنفس الوقت ما بده ياكل لحاله،
فهو ترك الأكل وراح الغرفة. عم بيفتر بشي بكل الأماكن هني. فخلينا نشوف شو بيعمل. عنتورة تعال ليكو تعال الحقني. بدك تاكل؟ يلا تعال.